هلا الحبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو حالكم؟ بألف خير. اليوم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. اليوم طلعت انه وصورتكم ان شاء الله برا، واجواء رمضان اللي هنا تخبل هنا الحلو هنا برمضان، يعني وين كلها زينة رمضان بالشارع وبالبيوت، اجواء كلش تجنن. هاي للعلم، هاي ورد، حاطه ورد بغرفتي. المهم ف يعني الاجواء كلش حلوه، يعني ما صورت هالقد لان خفت لي يطلعون عالم او شيء وما يقبلون. المهم وصراحه ما كان عندي وقت، لان كان هم من عندي سوالف هوايه اشتريتها، كوم سوالف اشتريت مسواق، ف الوضع عشان مأساة. المهم ف اعزلكم صورته وان شاء الله تحبون الفيديو، وإذا حبيتوه سووا لي لايك واعرفوا لي شو أسوي لكم فيديوهات، يعني راح أسوي لكم فيديوهات على رمضان إذا الله راد. و شنو؟ وإذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل فيديو نزله، لأن تنزل لكم فيديوهات حلوة. ها للعلم أنزل فيديوهات، مو فيديوهات، يومياتي، تنزل يومياتي على ال انستغرام وسوشيال، على السوشيال ميديا انستغرام وسناب وفيسبوك، احطها دائما بصندوق الوصف، فتابعوني عليها لانكم اذا نزل سوالف تفوتكم كوما، فتابعوني عليها حتى تشوفون كل جديد. وانا احبكم هوايه هوايه، وهسه شو انزلكم فيديوهات، احطها الفيديوهات، لعبكم هوايه هوايه، اشوفكم بالفيديو الجاي، باي.